ترأس السيد رئيس أركان الجيش يوم السبت 11 من آذار جلسة انتقاء الآمرين في قيادة القوات البرية، ودرى عرض الضباط المرشحين للمناصب حسب السيرة الذاتية والتدقيق الأمني ومعايير النزاهة والكفاءة وإشغال المنصب الحالي وفق السياقات العسكرية. التقى السيد رئيس أركان الجيش يوم الأحد 12 من آذار قائد بعثة حلف الناتو في العراق الجنرال جيوفاني إيناوتشي، وتناول اللقاء بحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين على مستوى التدريب وتقديم المشورة، إضافة إلى تقديم الخبرات. حضر السيد رئيس أركان الجيش يوم الأحد 12 من آذار حفل تخرج كوكبة من طياري ومسيطري ومعلمي القوة الجوية في قاعدة بلد الجوية، حيث ألقى عميد كلية القوة الجوية كلمة بهذه المناسبة مبديا شكره وتقديره للسيد رئيس الأركان لدعمه المتواصل في بناء كل مفاصل القوة الجوية. زار السيد رئيس أركان الجيش يوم الاثنين 13 من آذار قاطع عمليات الأنبار، وفور وصول سيادته عقد اجتماع قدم خلاله قائد عمليات الأنبار شرحا مفصلا عن انفتاح القطاعات من الجيش والشرطة والحشد العشائري بما يؤمن عمق الصحراء والمنافذ الحدودية والطرق الخارجية في قطع المسؤولية، بالإضافة إلى مستوى الاستعداد القتالي للقيادة. وقد وجه السيد رئيس الأركان القادة والآمرين بتوخي الحيطة والحذر حفاظا على أرواح المقاتلين والمواطنين لأنهم أمانة في أعناقهم، من خلال متابعة نقاط المقاتلين والاهتمام بتعزيزها وتأمين الشؤون الإدارية لهم. حضر السيد رئيس أركان الجيش يوم الثلاثاء 14 من آذار انعقاد ورشة العمل دور الجيش العراقي في تقديم المساعدات الإنسانية لضحايا زلزال سوريا وتركيا في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا، وألقى رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا كلمة رحب فيها بالسيد رئيس أركان الجيش والحضور. بعدها قدم مدير مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية مقدمة بشأن موضوع الورشة. ترأس السيد رئيس أركان الجيش يوم الأربعاء 15 من آذار مؤتمر مجلس رئاسة أركان الجيش الرقم 4 لسنة 2023، وتناول المؤتمر المواضيع الرئيسة ضمن جدول الأعمال، حيث جرت مناقشتها ودراستها بصورة مستفيضة والتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس. التقى السيد رئيس أركان الجيش يوم الأربعاء 15 من آذار مدير مكتب التعاون الأمني والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين على مستوى التدريب والخبرات، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي لرفع القدرات القتالية للجيش العراقي على جميع المستويات. حضر السيد رئيس أركان الجيش يوم الخميس 16 من آذار مؤتمر الضباط والقادة من العنصر النسوي المنعقد في مقر رئاسة أركان الجيش، وتناول المؤتمر مناقشة عدد من الرؤى والمواضيع المهمة الخاصة بالمرأة العسكرية ودعم وتعزيز مكانتها ودورها في المؤسسة العسكرية.